سبعة سبعة طبق بعدين سبعة ومن أول اللي بعدها بقى لأن أنا عايز في واحد اتنين تلاتة لما لو سمع تسمع بصر على نفسك بعد كده
ثلاثة عنوانهم جنتامايسين. طبعا احنا عارفين جنتامايسين ده اقواه من اقوى في العيله الجنتل ده، انما ستريبتومايسين ده اقلمه. جنتامايسين وسبنسيلين ده العنوان، يعني ثلاث استعمالات بعمل كومباينيشن من جنتامايسين مع بنسيلين. وهنا اخونا يا فندم الله يكرمك، بس السطح ده ايه يا سيدي؟ وات ده يعني مش قالوا ولا ايه؟ بتدي بلاك لاب ما بيستاش ولا بيسكتش. المهم يبقى انا بقول لك جنتامايسين مع البنسلين، بالصراحه النبي جنتامايسين مع البنسلين بيتاكل في ثلاث حاجات. اول واحد انتوا عارفينه، فاكرين لما قلنا الانتي سيدومونا البنسلين مع الامينو جلايكوزايد يحبوا بعض قوي، بس قلنا مش نفس اهي. يبقى جنتامايسين ويز انتي سودومونال بنسلين في علاج السودوموناس، وانت عارف انهم مش في نفس السرنجه. يبقى مع الانتي سودومونال بنسلين في علاج السودوموناس، ركز معانا خليك سريع. بعد كده رقم اثنين جنتامايسين مع بنسلين. على فكره الجنتا بيغطي جرام نيجاتيف والبنسلين بيغطي جرام بوزيتيف، بالمره حط عليهم فلاجيل اللي هو المترو اللي بيغطي الانيروبس. مترو النازول ده لعيب انيروبس. قال لا لا لا، طب التركيبه بتاعت كل حاجه دي كنت بحب اديها امتى؟ سبتسينيا. فاكرين لما قلنا اللي جاي لك بسبتسينيا، مش اللي جاي بسبتسينيا ده بقول لك اديله على كل لون يا باطستا، كل حاجه، حاجه تغطي البوزيتيف على حاجه النيجاتيف على حاجه الانيروب. فساعات بعمل التركيبه دي عشان اغطي كل حاجه، متابعيني؟ انا ما اعرفش ايه اللي عنده في الدم، الله اعلم اني بكتيريا. خلاص بعد كده جنتامايسين مع البنسلين في بعض حالات الاندوكاردايتس زي الانتيروكوكال اندوكاردايتس. اصدق حتى الان قلنا 6 من 10 3 و3 انتيروكوكال اندوكاردايتس 3 و3 3 نيومايسين اورالي ما بيتمصش عشان يطهر الايه؟ يطهر معوي في حالات هيباتيك انكيفالوبس، في حالات انتستاينال انفكشن، في حالات قبل العمليات والمناظير. 3 جنتا مع البنسلين اولا مع الانتي سودومونال بنسلين في علاج السودومونال بس مش في نفس السرنج. رقم 2 مع البنسلين والفلاجيل في علاج السبتسيميا وكمان في علاج الاندوكاردايتس. بعد كده 2 بقى الستريبتومايسين لوحده اللي هو بتاع زمان ده، و2 الجنتامايسين لوحده من غير بقى كومبانيشن ولا نينا. 2 ستريبتومايسين لوحده و2 جنتامايسين لوحده. الله ساعدنا عشان ربنا يكرمك. اول حاجه ستريبتومايسين لوحده خدوه في المايكرو، اي نعم استعمالاته قلت خالص دلوقتي عشان في حاجات اامن واقوى، انما لا زال حتى يومنا هذا واحد من الفيرست لاين دراجز في علاج مين؟ التي بي. والله خدوه في المايكرو، لا زال لحد النهارده واحد من الفيرست لاين دراجز في علاج التي بي. يا ابني يا ابني البتاع ده كان ليه تقله في الطب زمان لحد السبعينيات، ما كانش في علاج التي بي غيره، لا كان في بقى ريفامبين ولا كان في اي ام اتش ولا كلام من ده، عشان كده كانوا بيموتوا. انما الحاجات الجديده بقى لما طلع ريفامبين اي ام اتش بقت سفحت بيه معاك. بعد كده كمان بيتاخد في علاج البروسيلوزس والبليد، حطهم في المايك. فين بروسيلا؟ مالطا فيبر، انجلاند فيبر اللي بتيجي من المشيمه لاسينتا بتاعت البقر والجاموس وبتاع، اخطر جسد جنون الفلاحين والدكاتره البيطري اللي بيتعامل مع الابورشن بتاع البقر والجاموس وكده، تمام؟ والبليج انتوا عارفين الطعام؟ اعتبار مش الفار ذات نفسه، مش الفار العضه بيجيب لك طعام، انت الفار لو عضك انت تجيب له فيروس سي انت مجروح، انما الفار عينه لازم يتلدع ببرغوث والبرغوث يجي يلدعك، برغوث بعينه كده حاجه معينه. اسمه البرغوث. البرغوث بتاع الفار اللي هيكون رد فيليه هبص، مش عايز هلع انا عارف ان هو رد فيليه، اشتغلنا هلع. اسمه ايه بقى رد فيليه؟ اسمه سينوبسيلا كيوبز. سينوبسيلا كيوبز اللي اقوله اكس، يعني مش سي اقوله اكس، سينوبسيلا كيوبز. لا ما اعرفش اكمل، هو سينوبسيلا كيوبز هو اكس انطبق خلاص يا اخي، لازم تكتبه يعني، هكتب لك كيوبز سينوبسيلا صعب. بص يا حبيبي، يبقى انا بقول لك دلوقتي اثنين الاختيار في فيرست لايف في علاج التي بي، وكان في البروسيلا والبليك. خد كمان الجرامايسين بقى، انتوا عارفين الجرامايسين؟ مرهم مرهم الجرامايسين
يعني هو جراميسين يعني فلوس جراميسين عرفته جراميسين جراميسين ده برهم مشهور عين وجلد ومش عارف ايه يعني عايز اقول لك ان الجراميسين منه مرهم ومنه حقن والنعم الجراميسين مرهم في علاج السكن والاي انفكشن مرهم جلد ومرهم عين وخلافه معايا ولا ايه والحقن ما انا لسه قايل لك ان الامينوغلايكوزايد بتحب قوي الجرام نيجاتيف انفكشن يبقى 10 استعمالات 3 3 2 2 مين هما الاثنين اثنين ستريبتومايسين تي بي وبروسيلا بليد ومانجنتومايسين مرهم وحقن مرهم زي ما انت عارف وحقن في الجرام نيجاتيف انفكشن خلصنا ما في السايد قلت لك ما تكسلش كده السايد ايه بتكتب بس التقشيشه لما الكلام اشوف عنه امسح يعني في جرام نيجاتيف انفكشن اي بيغطي معظم الجرام نيجاتيف ايفن السلوماس يعني برود برود جرام نيجاتيف لا هو مش برود سبيكتر هو ليميتد سبيكتر هو جرام نيجاتيف بس صلي بينا على النبي ركز يا عم الحاج تعالى نشوف السايد ايفكت يبقى زود على الكتاب بس الاستاندر يعني انت فوق كده استاندر زائد اللي عندك اللي هو ايه بقى ده طبعا خد بالك حتى الاستاندر فيها كلام مميز مش انا القصه اللي فاتت اللي ذاكر فيكم قلت لك الستريبتومايسين لو اتاخد في الحمل يعمل ايه في الجنين يطرشه بيطرش الجنين يصنب مش كده يعني حتى الاستاندر فيها كلام مميز انه مش ايه باثوجينيستي ده معروف بيعمل ايه بيعمل كونجنيتال ديفنس معاه طب زائد المميز بقى استاندر زائد نموي اول ان نيفروتوكسيستي اللي مكتوب عندك بقى في الكتاب نيفروتوكسيستي هتلاقي عندك شويه شرح ملوش لازمه فانتوا عارفين اكيد اكيد النيفروتوكسيستي زي اي سايد افكت تاني هيبقى على حسب الدوز هيتراوح من نيفروتوكسيستي بسيطه اب تو سيفير دامج على حسب الدوز اللي انت مديها صح ولا ايه؟ الحته المهمه يا دكتور اسمعني الحته المهمه التحشيش اللي هو دراج انتر اكشن اكيد ما دام الدواء ده بيعمل نيفروتوكسيستي يبقى لو اتاخد مع دواء تاني هو كمان نيفروتوكسيك هتبقى حفله على الكبد ما بياد الدراج انتر اكشن بتيجي تحشيش فاهم يعني ايه؟ يعني شوف السايد افكت وتروح قايل ايه الدراج انتر اكشن لو اتاخد مع دواء تاني بيعمل نفس الحاجه يبقى عاملين حفله فاهم قصدي ايه؟ يعني اذا فاكرين حاجه زي الكيفالوسبورين مش الكيفالوسبورين هي كمان كانت نيفروتوكسيك طب لو حد عمل تركيبه من الاثنين يبقى غبي لان هما هيدمروا الكليه فاهم قصدي ايه؟ بص تحت في الدراج انتر اكشن في نفس الصفحه تحت دراج انتر اكشن اول حاجه وز انتيبايوتكس شايفينها وز انتيبايوتكس ومكتوب لك لو حطيت مع الكيفالوسبورين هيعملوا نيفروتوكسيس رهيبه صح ولا ايه؟ الدراج انتر اكشن الثاني عندك في الانتيبايوتك انت عارفه بتاع الانتي سيدومونال بنسلين والامينو جلايكوزايد ما يتحطوش في نفس السرنجه قلنا 50 ماركر يبقى الدراج انتر اكشن الثاني اللي عندك ده بتاع الانتي سيدومونال مع الامينو جلايكوزايد مش في نفس السرنجه قلنا ده شايل شحنه سالبه وده شايل شحنه موجبه ده اسيدك وده الكلاين اخدتهم سوا هيبوظوا بعض فاهم الكلام؟ ارجع فوق تاني للسايد افكت اصليات السايد افكت مهمه بس اللي اهم منها في الامتحان دراج انتر اكشن بس السايد افكت مهمه طبعا معايا الام مالابزوربشن سندروم مالابزوربشن بالذات مع الاستخدام المزمن زي مرضى الكبد والناس دول اللي بياخدوا جاستروبيوتيك يا دكاتره يا دكاتره الادويه دي كتر استخدامها بيضرب بعض الانزيمات بالذات البنكرياتيك انزيمز البنكرياتيك لايبيز والحاجات دي طب ما الانزيمات والحاجات دي لا اللايبيز والحاجات دي اللي كانت بتهضم وتمص الدهون فلما هو بيضرب الانزيمات دي طب ما كده بيمنع هضم وامتصاص الدهون يقوم العيان جاي لك باسهال رهيب يقول لك اسهال متصل ريحته وحشه جدا كميه كبيره بالكي دي علامات استياتوريه دي علامات الاستياتوريه اللي هي الفاتي دايريا يعني ايه اللي يفرق الاستياتوريه من اي اسهال تاني؟ هو مش الانتي بايوتيك ذات نفسه بيعمل اسهال سوبر انفكشن بيعمل يا حبيبي بس ايه فرق الدايريا العاديه من دايريا الفات؟ قلت لك انه يقول لك ما بتقفش تزيد قوي لما يكون دهون بالكي اوفنسيف الحاجات دي بترتبها على ريسك العيان انا قصدي ما انت عارف ان هو بياخد دواء اصلا بيعمل استياتوريه فلما تركب الكلام على بعضه يبقى حصل له استياتوريه فاهمين الكلام؟ مال ابزوربشن سندروم الشهير باستياتوريه خليني اقول ابسط كمان
اوتوتوكسيستي. قلت لكم الحصه اللي فاتت قلت لكم الدواء ده في الاطفال في الكبار في مش عارف ايه بيترسب في الانر اير. اسمعوا لي بقى، الدواء ده بيروح يترسب في الانر اير. طب ما انت عارف ان الانر اير ده منه سمع واتزان، تضرب الاثنين. يعني ممكن يضرب سمع يضرب الاتزان يضرب الاثنين. طب حظك في قصدي ايه؟ وكان معتدل القصه دوز ديبندنت، يعني ممكن توصل معاك لحد ريفرسبل ديفنس اضطرب خلاص، على عكس الحاجات الحنينه اللي خدناها قبل كده سيفاكومايسين ومطرويد. اوتوكسيستي خايبه، انما ده بيعمل اوتوكسيستي عنيف. فاهمين الكلام؟ ايه اللي صفحه كده؟ ايه اللي صفحه؟ شوفوا الدراج انتراكشن الاخراني وذ دايوريتكس اند انتي هيستامينكس. شايفينها؟ الدراج انتراكشن وذ دايوريتكس اند انتي هيستامينكس. فاكرين اللوب دايوريتكس في الاولاني؟ ما هي اللوب دايوريتكس برضه كانت اوتوكسيستي. حتى كنت معلم لكم على واحد بالذات اسمه يسكرينك اسيد من يوم ما والله الترم الاولاني قلت لكم علموا على ده. هو يسكرينك اسيد بالذات اكتر واحد كتب توكسيك. طب تخيل لو حد اهبل راح مدي العيله دي مع يسكرينك اسيد سوا سوا يعملوا ايه في ودان؟ احلى شغل. فاهمين الكلام؟ واخد بالك انها تحشيش. انا قصدي يعني اقول ان لو الدواء اتاخد مع عيله ثانيه بتعمل نفس السايد افكت ينهيك الدنيا. ويا حبذا لو فكرت لك مثال على العيله الثانيه دي. يعني مثلا تقول اذر اوتوكسيك دراج اكزامبل لوب دايركتس انت بليز. حتى لو مش فاكر اكزامبل ايه اكتب له الجمله. يقول لك دراج انتراكشن اوف كذا. كله بي بوتنشيت الاوتوكسيستي اوف اذر اوتوكسيك دراج. اكزامبل ايه مش فاكر ما تطلع مره بس اذر خلاص. مش هديك صفر بس مش هديك الفول مارك. اوكي ماشي معاك انك صاير بس مش هديك الصفر برضه. الله اكبر. وقالوا الصفر بس مش غلطان. يبقى انا بقول لك كله بتشيش. طب بعد كده الان نيورو ماسكولاك بلوكينج اكشن. اخر حصه في الفيلم الاولاني شرحت لكم نيورو ماسكولاك بلوكرز التولير والساكسونات تولير وكنا قسمناهم مجموعتين. افتكر بقى سامعيني؟ كنا قسمناهم مجموعتين، مجموعه كومبتيتيف زي التولير ومجموعه نون كومبتيتيف زي الساكسونات تولير اللي كان اسمه ديبولارايزنج. يبقى كان في كومبتيتيف زي الكوريه ونون كومبتيتيف. اكتب بقى جنب الدواء ده اكتب جنب كلمه نيو مصر البلوكينج اللي في السايد افكت. السايد افكت اللي احنا لسه ارجع لك في السايد افكت. نيو مصر البلوكينج اكتب جنبه كوريه لايك اكشن. كوريه لايك اكشن. فاهمين حاجه؟ يعني هو ذات نفسه بيعمل مصر ريلاكسيشن كومبتيتيف زي الكوريه ومكتوبه هناك في الترم الاول في الانتر اكشن اوف كوريه مكتوب اسمه والله هناك. ما علينا منقص الكلام بما انك فهمت كده. يبقى هو مين اللي بياخد كوريه؟ مين العيان اللي بديله مصر ريلاكسيشن؟ بعد عمليات مش قلنا قبل عمليات بحب اعمل مصر ريلاكسيشن وبتاع. يبقى خد بالك قوي لو حد طالع من عمليه واخد كوريه بلاش تديله حاجه من العيله دي. ليه؟ كوريه مصر ريلاكسنت ده مصر ريلاكسنت زيه بالظبط. لو اتاخدوا سوا ممكن يعملوا باراليزيس اند ريسبيراتوري باراليزيس ريلاكسيشن رهيب واخر يموت. فاهمين الكلام؟ يبقى هات عندك الدراج انتراكشن ثاني الصفحه الثانيه تلاقي مكتوب فوق وذ مصر ريلاكسنت. شايفينها؟ وذ مصر ريلاكسنت هيقول لك ممنوع يتاخد مع المصر ريلاكسنت بالذات النون دي بولارايزنج. شايفينها؟ اكتب فوق نون دي بولارايزنج الكوريه. طب النون دي بولارايزنج ده الكوريه. امال كان مين الديبولارايزنج؟ ساكسونايت. الساكسونايت كان هو اللي ديبولارايزنج. انما ده الكوريك ده النون ديبولارايزنج كومبتيتيف. معاه؟ صادقين عنك؟ يبقى اذا ممنوع يتاخد مع الاذر نيورو ماسكولار بلوكرز بالذات الكوريك. خلاص كده؟ ايه؟ مين؟ لا 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 يا دكاتره ده قلنا هو ده مش مصر. يعني قصدي النيومايسون والحاجات دي ولا تعمل نيورو ماسكولار بلوك ولا بتاع، كل الكلام ده بيكلمك على سيستميك ايجنت. اه التوبرامايسن والجرامايسن والحاجات دي، انما النيومايسن ده ما بيخصش اصلا. اختصاصه قليل قوي، معاه؟ بيكلمك على حاجات سيستميك. حقن، معاه؟ صالح على النبي. النقطة اللي بعد كده، كده احنا قلنا خلاص السايد افكت، الدراج انتر اكشن حط عليها بوزيشن ونجمعها تاني، الدراج انتر اكشن حط عليها بوزيشن. احنا قلناهم، يلا سمعوا بقى. السايكيفت النووي نيفرو مالابزوربشن اوتو نيورو ماسكولار بلوكسالين. لو ذاكرتوا كده كلام شو دلوقتي انا مين معاك. طب في السريع بقى الدراج انتر اكشن يلا قولوا مع الانتي بايوتكس ايه اللي بيحصل؟
مع الازهر الكوتوكسي يزود النيتروتوكسيس زي كتاب البول. مع الانتي سودومونا البريسيلين في نفس السرنجة يغسلوا بعض. امالنا عن نيورو ماسكولار بلوكرز ممنوع بالذات مع الكورير الاخ اللي طلع من عمليه او كده باستغربك انت خد بالك معايا ولا ايه؟ صححوا. النقطه الثالثه مع الدايوريتكس وبعض الانتي هيستامينكس انت بتقول الاوتو توكسيستي ممنوع. اخيرا اخيرا قلت لك مع الايه اللي مش هو بيضرب الفيتامين كاف جزء من الاسطمبة مش بيموت بكتيريا فلورا جزء من الاسطمبة يعني بيمنع تصنيع فيتامين كاف. فاكرين والفرين دخلنا في البلاد مش والفرين ده انتي كوالولنت وكان بيضرب فيتامين كاف برضه. طب تخيل بقى والفرين ضرب فيتامين كاف وقمت مد معاني ومايسن ضرب فيتامين كاف فيتامين كاف اتمسح خالص يعني مفيش كوايجريشن فاكتورز يعني السيوله فعلا. يقوم العيان يقول لك نزيف من بقي واسناني ومناخيري فاهم الكلام ده معايا ولا ايه؟ اذا الدواء ده بيضرب فيتامين كاف يزود السيوله لو اتاخد مع الورفرين اللي برضه بيضرب فيتامين كاف فاهم الكلام معايا؟ طيب لو حد فيكم فاكر حته كده هو احنا قلنا الامينو جلايكوسايد مع الانتي سودومونال بنسلين ممنوعين ليه في سرنجه واحده؟ بس ده بص ده نيجاتيف. طب احنا خدنا دواء قبل كده ليه؟ دواء شايف شفنا نيجاتيف الهيبارين بقى لما قلنا الهيبارين والبروتامين البروتامين اللي كنا بنرسمه كده عشان تفتكر انه شايف شحنه موجبه قال لك طب ما الهيبارين شايل شحنه سالبه والامينو جلايكوزايد شايل شحنه موجبه لو حطيناهم في سرنجه واحده هيبوظوا بعض. نفس فكره البنسلين القصه مش في الدواء القصه مش الشحنه. يعني اذا العيله دي ليها انتر اكشن محترم مع الانتي كوالنت ازاي يعني؟ ما انت لو اديتها مع الاورال مع الاورال والورفرين قلنا يعملوا نزيف ولو اديتها مع الهيبارين ما تحطهمش في نفس السرنجة لحسن يبوظوا بعض. فهمت خلاص؟ خشوا الاول الاثنين اللي دي ليه؟ اه الدوبامين ده من الحاجات المحترمه قوي في الموشن سيكس صح؟ يا دكاتره الدوبامين بيتاخد في حالات الفاسكولار الفاسكولار موشن سيكس اللي هو سبب كوبليار سكيم حاله بعينها. يعني الدوبامين بيكون سببه ايه؟ الحالات اللي عندها الدم اللي راح للكوكليا قليل تمام؟ فاسكولار فاسكولار موشن سيكنس عشان الدوبامين ليه سيلكتيف فازو دايركتور اكشن على الكوكليار فيسلز تمام؟ الدوبامين واحد من الحاجات المحترمه جدا في علاج الموشن سيكنس بس برضه ليه سايد افكت على الانر ايه؟ بالذات على سمع او على اتزان ممكن. فعشان كده مع طلوع النيو ايجنت اتوقف خالص. يعني زمان الحاجات اللي معاك الواد بقى غير البيتا سيرك اللي هو الموكس انتي ستامينكس معاك؟ زي ما الدوبامين كان بتاع مش هسيبني سامح بيزود البلاد سبلاي الكوكلي تمام؟ صلي فين عناب يبقى احنا كده خلاص قلنا الكلام بتاع الامايت الجلايكوزايد اسلوب اول ان بي حتى الان بي الثالث والرابع انت هتلاقي كتاب كاتبهم في خط صغير لانها حاجات اوبسوليت يعني ما عادش يعني هتلاقي عندك تعرفها للاورال الباروما فاكرينه؟ الباروما بارومومايسن ده كان زمان يعالجوا بيه الاميبا كان بيموت الاميبا معلش ده بيكتب لي جنبها دايركت اكتب لي جنب كلمة أميبسايد دايركت. عارف يعني إيه دايركت؟ يعني بيشتغل على الأميبا عادي كأنها بكتيريا بيضرب فيها البروتين سينسز برضه. دايركت معايا؟ ما دام بقول لك كده وده دواء مش مهم أكيد في دواء جاي ومهم وبيموت الأميبا بس هقول لك عليه اندايركت. أنت فهمت دايركت يعني إيه؟ يعني بيقتل الأميبا على طول. وكمان في عصر ما قبل الطب يعني في عصر ما قبل التدوين كان في دواء اسمه سبيكتينومايسن ده هيستوريكال سبيكتينومايسن ده كانوا بيعالجوا بيه السيلان زمان الجونوريه. طبعا الكلام ده ملوش اي محل من الاعراب دلوقتي خلاص الحاجات دي توكسيك. امال اللي احنا قلنا الجونوريه علاجها ايه؟ السيلان احسن حاجه سيفرايكزون قلنا السيفرايكزون باسمه حقنة واحده يا جدعان معايا ولا ايه؟ خلاص يبقى افتكر البارومه بتاع اميبا انما هو ايه؟ دايت ماشي. خد بقى عيله مهمه قوي تلترا سايكلين تلترا سايكلين كلكم عارفينها بس مش عارفين انكم عارفينها انا بقول لك ركز يا حبيبي يا والله انت في دماغك عضلات كتير بس انت اللي مش انت اللي مش واثق في نفسك انت كويس حلو يلا بص يا حبيبي يعني هتلاقي عندك التلترا سايكلين في مثالين مهمين قوي اوكسيتيترا شايفه اوكسيتيترا سايكلين ودوكسي عايزك تعرف دول اوكسيتيترا سايكلين ودوكس انا اثبت لك انك تعرف اوكسيتيترا ده المرهب الشهير اللي كلنا متربيين عليه كنا بنبلعه مش بنحطه اوكسيتيترايسين لا مش معقول بقى اوكسيتيترايسين في كل البيوت حطوا العين ورا من جلده ولو فاضي بتاخده بعد الغداء وفي
جرجان شوفيله شمايسي يا لا مفيش اصلا يا ما خلاص بقى ما فيش اي حاجه كده الفاول رميسين هو الاوكس بتاع سايكلين اما في ناس عارفه بس الناس مش عارفه الصيغه رميسين ده مشهور جدا جدا بتاع اي حاجه بتاع اي حاجه عدوى في الجلد عدوى في الودان عدوى في العينين عدوى في ان شاء الله عنده سرطان كامل يقول لك الدكتور رميسين طبعا هو ازاي رميسين ده عارف طيب اوكس بتاع ده رميسين يا اخويا طبعا غير ان هو مرهم في بين الاورا يعني غير المعلومات كلام حضرتك ان هو مرهم في منه كبسولات كمان ماشي طب الدوكس هبتكوا برضو بعضوكوا عارف اي حد فيكم اخذ علاج حب الشباب قبل كده كل ادويه حب الشباب بلا استثناء اي انتبيوتك لحب الشباب بلا استثناء كل الشركات في دوكس اكني مايس اكني فري اكني بايوتيك اللي هو الطين الفيبرا مايس الحاجات دي كلها فيها دوكس سايكل وفي تشويس في الاكل يعني اللي فيكم دكتور يبقى عارف الدوكس ده اكتب جنبه احسن حاجه للاكل حب الشباب الاكل هو الجالس معاك طيب هو ده استعمال الدوكس بالنسبه لنا ده بتاع الاكل معاك تقراص مش مراهم تقراص ستيريك بتاخد الاكل معاك صلي بينا على النبي في السريع بقى بص يعني لو سريع اعمل معايا ما انتش سريع قوي في البيت انما الكاليبتك سينكوش ودي من الادويه النادره في المنهج اللي قلنا فيها الكاليبتكس مهمه ركز يا حبيبي طب الكاليبتكس مهمه ليه اصلا تيجي سؤالكم بايه تيجي سؤالكم بايه يقول لك دي ترانسكريبتوين اوكسيتترا اوكسيتترا اند دوكسي والديفرنس اللي بينهم في الكاليبتكس بس مفيش بينهم ديفرنس ثاني يعني هم زي بعض في معاد قصص الامتصاص ومش عارف ايه والكلام ده في السريع بقى ركز يا حبيبي مش عايز شلل اقول بسرعه اولا بالصلاه على النبي ده شولف اكتنج ده لونج اكتنج طبعا مش كاليبتكس بس عشان تبقوا عارفين يعني ده شولف اكتنج وده لونج اكتنج طيب تعالى بقى كاليبتكس انتوا عارفين كاليبتكس يعني امتصاص توزيع ميتابوليزم مش عارف ايه ده كاليبتكس مش كده في السريع اول حاجه بنحس الابزوربشن خليك سريع بقى بص بص كلمه السجع ايه بص لو ليبت سوليبيليتي هاي ليبت سوليبيليتي انا خلصت والله انا كده خلصت ثاني حاجه كمل انت بقى ما انا بالترم الاولاني قايل لك الليبت سوليبل الليبت سوليبل يتمص بسرعه ويعدي كل حاجه صح ولا ايه يعني الاخ ده عشان له ليبت سوليبل وكلهم بتاخدوا اورال بس الفكره مين بيتمص اسرع من مين معاك يبقى ده اهو بيبقى امتصاص سلو اند انكمبليت بارشال يعني امتصاص سلو وانكمبليت عشان ليبت سوليبيليتي متوسط معاه ولا ايه وبالتالي وبالتالي جزء منه هيفكر ولما يفكر هيعمل سوبر انفكشن يبقى اذا هاي انسيدنس اوف سوبر انفكشن هاي انسيدنس اوف سوبر انفكشن متابعين بعد كده الثاني العكس يعني الامتصاص رابت وكمبليت عايز اقول لك حبايه الفيبرا دي من الحبوب اللي بيتضرب بيها المثل في سرعه الاكشن سرعه الامتصاص والبدايه الاكشن يعني حبايه الدوكس ده ايه ترزع من هنا خمس دقائق تكون مبصوصه وبدات تشتغل سريعه جدا معايا وده يديها ميزه نسبيه في ايه ميزه نسبيه في ان السوبر انفكشن هيبقى ما بيحصلش يعني يبقى ليس انسيدنس او لو انسيدنس اوف ايه اوف سوبر انفكشن معايا خد دي وما تفهمش غلط تفهمش غلط عيله التترا سايكلين ده ايه بقول العيل يعني الاثنين عيله التترا سايكلين دي بيتضرب بيها المثل كلمه السيف اللي فيها يعني ان العيله دي شممت كانسر شوف شمم كانسر مدمن كانسر ازاي يعني شمم كانسر ده يشوف اي كانسر في اي ناحيه يقوم ماسك فيه يعمل له كليشن يعني يمسك فيه ويعمل كومبلكس ويبقى الكانسر باظ والدواء باظ فاهمين حاجه يبدا الراجل ابو جلابيه الجاهل اللي مش متعلم اصلا يقول لك لا ده الحبايه دي الدكتور قال لي ما بلحهاش بلبن وما خدهاش بعد جبنه ولا مش شوكولا جاهل وعاد طب ليه يا عم ما بلحهاش بلبن ولا ناخدها بعد جبنه ولا مش عارف ايه اصل الحبايه هتمسك في مين هو مش عارف خلاص بس انا بقول لك اصل الحبايه هتمسك في الكالسيوم
ولا الحبايه هتتمص ولا الكرسه ما هيتمص. فدي حاجه. طيب يبقى اكتب لي ان الباشمهندس على فكره اقسم بالله ان الاثنين بيعملوا يعني الاثنين كده الاثنين بيمسكوا الكلسن. بس ما تفهمش الجمله اللي هكتبها غلط. الاخ بيكليت بيبايند يعني بيبايند بيبايند الكلسن وتوريس اكسيتنت مغنيسيوم والومنيوم هو يحب المعادن بس بالذات كالسيوم بيبايند الكالسيوم مغنيسيوم الومنيوم ويعمل انسوليبل كليت او كومبلكس ويعمل انسوليبل كومبلكس ولا يتمص ولا يشتغل ولا يرضع ولا يبلع معاه صادقين على النبي. وبالتالي اكتب بين قوسين كده يبقى الاخ ده افكتد باي فود افكتد باي فود معايا. مش قصدي اقول لك خد العيان ياخده على معده فاضيه لا اوعى ده بيوجع المعده جدا ياخده بعد الفطار عادي او بعد الغدا بس اهم حاجه ما يكونش قبل فيه من ثلاثه الباب الصعب في كده يعني. الكائن اللي بيشرب لبن ده كائن في الطبيعه اصلا. المهم يبقى انا بقول لك دلوقتي ده الكلام بتاع ايه؟ ده الكلام بتاع الاكسجين. لا طب هو انا هكتب لك على التاني جمله اكتب جمله واحده سيبك من كل الخرط ده جملة واحدة ان هو نوت افكتد باي فور. لا 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 ازاي بقى بتقول ان ده زي ده بس نوت افكتد باي فور؟ يا جدعان الفكرة في سرعة الامتصاص. انت عارف ده لو كان قاعد شوية كان مسك في اللبن والله. فاهم حاجة؟ هو عشان بيتبص بسرعة فلا بيمسك ولا بيعمل. فده بقى لا كله ولا لبن ولا جبنة ولا بتاع. أي نعم بنقول لهم برضه بس ده مش ساينتفك يعني. بس أنا حتى اللي بياخد لوكسي وبتاع أقول له كده. حب الشباب وبتاع بلاش مع لبن او كلام من ده بس هو مش سيجنفيكانت قوي. طب مش انت عمال بتقول هو والله هو اهو والله بيمسك امال هنا ما امسكش ليه؟ قلت لك عشان سرعه الامتصاص. اديك اماره ان هو بيمسك لما يخش الدم هبقى الديستريبيوشن لما يخش الدم هما الاثنين هتلاقوا زي بعض يعني الديستريبيوشن اكتب الاثنين اول اوفر اول اوفر ذا بودي الحته بقى المهمه وبرده الاثنين مش فيه كالسيوم في الدم؟ اصحى بقى عشان دي اهم حته. يقوم ده او ده شمام كالسيوم شمام يمسك في الكالسيوم اللي في الدم ويعمل كومبلكس. هو الكالسيوم اللي في دمك ده لما بيجي يبقى ديبوزيتد يتخزن بيترسب فين؟ عظمه والسنان. بس دلوقتي الكالسيوم ده لما يجي يترسب بقى بعد ما مسك فيه الدواء هو كالسيوم بايظ ويا ريته كالسيوم بايظ بس لو واخد معاه ضيف تتراسايكل تترا سايكلينج في العظم بيأثر على البون اند تيس ديفلوبمنت يضرب السنان ويضرب العظم بالذات لو كان عيل صغير بيكون. عرفت ليه مفيش دكتور بيكتب تترا سايكلينج لعيل اقل من 18 سنه؟ اه طبعا عشان لسه بيعمل عظم واسنان سنانه هتصفر وعظمه هيتنيل. واذا كنت بقول لك ممنوع في الاطفال فمن نافله القول ان اقول لك ممنوع في الحوامل يعني الجنين هيبقى اكثر تاثرا. ده واحد من مجموعه الادويه اللي مالهاش ذكر في الاطفال. هما ثلاث اربع ادويه كده من الكبار بياخدوهم مالهمش ذكر في الاطفال منهم ده. معايا؟ فاهمين؟ اكتب الجمله اكتب كده ان هو بيبايند الكالسيوم بيبايند الكالسيوم ان ذا بلاد شد سهم وقول بيبقى ديبوزيتد ان جروينج بون اند تيس بيبقى ديبوزيتد ان جروينج بون اند تيس خلاص يا عم الحاج هنعرف السايد افكت في السايد افكت بقى ميتابوليزم الاثنين ليفر اكتب عنوان ميتابوليزم الاثنين ليفر مش فارق يعني اكسكريشن الاوكسيرينال والدوكسي باي اكسكريشن الاوكسيرينال والدوكسي باي فاهمين حاجه؟ يعني الاوكسي ممنوع في الاندومينال فيليوم هيركن معايا ولا ايه؟ وانت بتقرا في الكتاب ما تتلخبطش لو لقيت الاوكسي مكتوب لك بايب ده مش اكسكريشن يبقى كمل الكلام الاخر وانت هتفهم. يقول لك بينزل في البايب وبعدين يلف يرجع الليفر تاني يعني يديهم يبادك سيركوليشن وفي الاخر يبقى اكسكريت عن طريق كده يعني الاكسكريشن هنا اسمع بس كلام اكتب على طول معايا. يبقى انا بقول لك ده ايه؟ الفرق بينهم في الكاينتكس. افتح بقى الكلام اللي الابلايد قلنا اول حاجه كان ميكانيزم اوف اكشن برضه عليا تطلع سايكلين تبع
ات 30 متابع كتم يعني استاتيك وبيضرب 30 اس رايبوزوم سبيكترا مشطب سبيكترا مشطب شطبوا السبيكترا ركز بقى معايا الاستعمالات والسايد افكت طبعا انت مش عارف ولا استعمال غير ان هو مرهم ترميسين 13 14 استعمال ما يتنساش يوم واحد السايد افكت 9 10 ما يتنساش يوم واحد والله بحب بجد حاجه مهمه قوي صلي على النبي اليوزس التيتراسايكلين بيعالج مين؟ بيعالج كركم باشا كركم مين؟ باشا دي التحشيشة الوحيدة اللي بتقعدوا فاكرينها على بعد ما خلاص الطب ان كان في انتيبيوتيك بيعالج كركم باشا هو مين مش فاكر الانتيبيوتيك؟ مين كركم باشا برضه مش عارف والله بس هو كان في حاجة كده بتاخد في حاجة المهم لسه هناخد كركم باشا ده بالسايد افكت نجوزه هتشوف هوريك على نصه انا حالا المهم كركم باشا سريع بقى سريع كوليرا واكتب جنبها ام سي كيو فيرست تشويس ولما اقول لكم سمعوا سمعت حاجات دي هتسهل لك قوي لما تذاكر صور المذاكره عشان معاك صفحه فاضيه دي في الفيلم انت تذاكر مش تكتبها يبقى قلنا سي كوليرا واكتب جنبها فيرست تشويس ام سي كيو يعني احسن دواء حتى يومنا هذا في علاج الكوليرا هو التبرا والدوكس معايا بعد كده السي الثاني الحاجات الاتيبيكال اللي في اخر كتاب المايكرو دي اللي قلت لكم على الملك مايكوبلازما بليجيريلا بكلاميديا اللي خدناها بالحاجات اللي بعدها في كتاب المايكرو مش حاطط بعد كده الكيتسيا بقى والسباروكيتس البوليليا والبوسبايرا الكلام ده اخر ده اخر البكتيريا كده ده كله بالتسايكلين يعني السي اوكزيلا عارفينها اوكزيلا بقى بليجيريلا حاجات الملك معايا اوكزيلا هي بتاعت الكيو فيفر اللي بتيجي من اللبن ماشي الار بكيتسيا بكيتسيا الانفكشن هتقول زي الطيفس والحاجات دي بكيتسيا بوفازاكي والحاجات دي بعد كده الريلابسنج فيفر هتقول برضه الريلابسنج فيفر اقول لك هتقول فين بعد السيفلس مش الاستاروكيتس ثلاث انواع اللي هم طب تي بي ال تريبونيما بوريليا ليبوسبايرا تريبونيما ده السيفلس مش بعد كده قال لك البوريليا بانواعها بوريليا بكرانتز انديميك طيفس بوريليا دكتوري انديميك ريلابسنج فيفر فدي ريلابسنج فيفر الطيفه ده كده يبقى قلنا ريلابسنج فيفر ده اللي بيحصل بحاجه اسمها البوريليا مكتوب عندكم في كتاب المايكرو بعد التريبونيما معايا حالات الحاجات النادره يبقى قلت لك كل النوادر دي تطلع سايكل بس خد بالك طب نكمل السي كلاميديا خد بالك كله تبع الملك الام مايكوبلازما ولا تزعل مش دول الملك شرح يا ده بس هل هو فيرست تشويس؟ يعني هل لو شفت حاله ملك اروح مديله دوس سايكلين امال اديله مين؟ ماكروليد بقول لكم ده حصل انا بعلمكم حاجه قلنا الزفت علاجه ايه؟ الملك الحصه اللي فاتت ماكروليد ده قبل ملك ماكروليد الحاجات دي كلها سكند تشويس اب فرانت ايه؟ اب فرانت ماكروليد معايا الام الثانيه ملاريا ملاريا ايه ده يا جماعه على الطالب بره فجاه انا هاخد الملاريا الحصه بعد اللي جاي وهقعد اشرح بره لايف سايكلز الحاجات عشان تفهموا الادويه لما ناخد الملاريا بقول لكم بس اكتب جنبها كده سي ار بي اف الابريس لا انا كنت اخد بالك الباير ميزامين امر بيتاخد في السي ار بي اف هو كمان بس الباير ميزامين بيتاخد في انسجار طبعا او انسجام الكومباينيشن زي صح هناخد حاجه اسمها سي ار بي اف هنشرح الملاريا وطول باير ميزامين بالفانسجار بالحاجات دي كلها الملاريا ده كانت على خد هو لوكو سي ار بي اف يعني ايه ساعتها بس ده اختصار علامة اكتب بس على عينه لحد ما ياخدها سي ار بي اف اختصار علامة ملاريا اه ملاريا اللي هو ملاريا تشوف ومن الحاجات المحترمه في علاج الملاريا والانواع الجزله من الملاريا طب بعد كده البي بروسيلوزيس وبليك بروسيلوزيس وبليك لسه متكلمين عنهم شويه الطعام بتاع المرغوب والفار بروسيلا الايه اميبيك ديزنتري صلى على النبي اكتب جنبه بين قوسين اندايركت هوبا بقى اللي خدنا مين من شويه كان اميبا ودايركت باروما بارومايسن مش البارومايسن ده اللي كان بتاع اميبا قلت لكم اكتب جنبه دايركت عشان في جاي دواء مهم من اندايركت يعني ايه دايركت بقى يا اسطى ببساطه ببساطه الاميبا زي ما خدت في البارا الانداميبا الاميبا استروتيكال علشان تعيش بتحتاج بعض النيوتريانت او الميتابوليك نيدز اكل يعني اكل
الاكل ده اللي بيطبخه لها البكتيريا فلورا. طيب حاجه يعني البكتيريا فلورا بتطلع ميتابولايتس الاميبا تتغذى عليها. فاهمين؟ لو انت موتت البكتيريا فلورا يبقى انت بتموت الاميبا جوعا. الموت جوعا مجاعات. فاهمين الكلام ده؟ يعني انت كده موتت الاميبا بطريقه غير مباشره نفس الصعب. يبقى انا قلت لك الادويه دي ازاي بتموت الاميبا؟ عن طريق انها بتموت البكتيريا. ايه يعني؟ ده البكتيريا دي كانت بتطلع الاكل اللي الاميبا بتتغذى عليه. فلو موتت البكتيريا مش هيطلع اكل، فالاميبا مش هتموت طبعا، هتموت جوع. لكن في ميتابوليزم معايا ولا ايه؟ يبقى ده الدايركت. امال البرومه كان بيعمل ايه؟ دايركت رياضه، كان بيموت الاميبا ذات نفسها مش الطباخ بتاعها. معايا؟ طب بعد كده الاس شيجيلا شيجيلوزس البسيلا ريبيزنتي ايه؟ طبعا يعمل يعني. واحد لا تحسب هو السايد ايفكت بتاع سوبر انفكشن طبعا من الفات وهو ايه ما بيعملش بس السوبر انفكشن مش كلام مع اللونج ران يعني صلي بينا على النبي. النقطه اللي بعد كده الشيجلوز النقطه اللي بعد كده ايش؟ هو في بكتيريا اولها اتش غيرها اتش ماير وراي بتاعت البيبتيك انسر من اقوى الادويه في علاج البيبتيك انسر اتش ماير وراي كاسبرايس الدوكسي معايا؟ يبقى الدوكسي سايكلين اتش بايلوراي. واخيرا قلت لكم الدوكسي سايكلين ده استعماله الاساسي بالنسبه لنا في حد الشباب يعني في الاجنبي. خلاص؟ والله لو افتكرت اللي يخشكم باشا ده قبل ما تاخده انت اصلا كان عندك معلومه وحيده اللي هو مرهم. الترابيسين مرهم جلد وعين وبتاع مش مشكله. ده انت رازعله 14 يوم مش هيزعل لو في المرهم. معاه ولا ايه؟ سبع عياط. مين كلكم باشا السريع ده؟ السي كولر هو فيكس تشويس السي كوكسيل الار بيكيتس والار بيلابسنج فيفر السي كلاميد الام المايكوبلازم كده الملك كيميل بس كان مين فيكس تشويس في الملك؟ ماكروليد مش ده ماكروليد ده سكند لاين الام ملاريا نوع معين بعد كده البيبروسيلا وفليج الاي اميبا اندايركت شيجلوزس اتش بايلوراي اكني الشخص اللي عارف اللي قلنا الاكني ياخد دوكسي سايك باي نيم دوكسي سايك باي نيم معايا؟ يعني ما تقولش اديله تترا، اديله دوكسي. معايا؟ اقوى واحد فيهم على ابني يعني، صلي بينا عملاق. النقطة اللي بعد كده، ركز بقى، كتبته؟ خلاص؟ هات السايد اف. طبعا عادي أول حاجة الاستاندرد. بس هتلاقي عندك في الاستاندرد كلام مميز أنا قلته. يعني قبل ما أقول المميز، الاستاندرد مكتوب عندك مثلا إنه في الحمل ممنوع. اصل التراتوجينيك بيضرب العظم والسنان ما قلنا هتلاقي مكتوب عندك في اليانج اللي اقل من 18 سنه ممنوع اصله بيعمل كيت وكيت وكيت احنا قلنا الكلام ده معايا؟ صحصحه بقى هتلاقي مكتوب عندك في السايد افكت الحوار بتاع ايه؟ اصله ما يتاخدش في اليانج بيضرب عظم وسنان يصفر السنان ويضرب العظم ويعمل دنتال كيريز تسوس احنا قلنا الكلام ده صح؟ وقلت لك من غير ما اقول ممنوع كمان في الحوامل اصله هياثر على الجنين فاهمين؟ كمان في الاسطمبه مش من الاسطمبه شاي تي اوبسيت اللي عندك اول واحده اول سايد افكت بص كده اول سايد افكت كلمه ايديجاستريك ديستريس شايفينها او جاستريك بيرنينج قلت لكم انا من شويه حتى ما ينفعش كله خد على معده فاضيه ده بيحرق المعده جدا يا دكاتره اكتبوها قوي يعني الدواء ده بيعمل حرقان في المعده ابن لذينه حرقان في المعده وحش فعلا معايا بص تحت في الدكتور اللي مش شايف الكتاب كده ليه كونتر انديكيشن سيبك من الجينات ديزيز وهيباتي جسم احنا عارفين ممنوع ممنوع في الحوامل بيبتك هاز ايه بص فوق في اليوز بص فوق في اليوز يقول لك اتاخد في كل انواع البيبتك انسر ديودينال وجاستريك واللازم ايه يوز بقى ولا كونتر انديكيشن بزعلوا عنا لما بتاكل لا اله الا الله طبعا يا ابويا ده بلاش ما عليه مستحيل عشان برضه ما نزلش ظالم الناس بصوا في الكونترا انديكيشن كده هتلاقي مكتوب بيبتك انسر وجنبها كوما هو كان عاوز يكمل استريس يكمل له اكتب جنب الكوما يا حبيبي يا بتاخد ولا ما بتاخدش؟ فيرست لاين ده افراد يا حبيبي برضه يعني تبقى اي تركيبه للبيبتك انسر هيتغير الثراب يعني رحت جبت بقى كايوكلارا ب 100 جنيه، جبت غيرو اكتر ب 50 جنيه، جبت هيليكيور ابو 7 جنيه، اي حاجه لازم تلاقي فيه دكتور سايكل. افرنت ممنوع هيك ممنوع معايا
انما هو ممنوع على معده فاضيه فاهم ممنوع يتاخد على معده فاضيه هيزود له الالسريشن يعني اكتب جنب الكوما والانتي ستومك بس يعني هو الكونترا انديكيشن اللي هنا والانتي ستومك طبعا المعنى مختلف تماما وانت طلب اصعب معايا يعني يا اخي بالله عليك انت لما تقرا كده انت اولا مش هتاخد بالك اصلا والله ثلاث ارباع من الملايات مثبت مسافه اللي هو اللي فوق يثبت لك حظك تحت بكره قشطه يعني ايه ايه ده الخلطه للخان انت يعني طب المدارس المهم واللي هياخد باله يبقى مين ايه المهم يلا القاعده بيتاك بيتاك بس قلنا مش على مدى فضل برضه مش معنى كده يا رضا بعد لبن وعرف وبتاع حاجه ما فيش فيه لبن خلاص صلح النبي كمل يا رنايم بقيت اصابه بقى لا انا الاصابه خلاص المميز بقى المميز اسمع بس وصياد كلكم باشا كلكم باشا هنجوزه بقى لبنت اسمها فنكوني تخيل انت بقى لما تتجوز بنت اسمها فنكوني على الاقل هيحصل لك اتنين توكسيسيتي على الاقل والله كده ربنا كرم على خمسة ستة. المهم يبقى انا بقول لك السايد افكت ايه الاسطمبه زائد ان احنا جوزنا كركم باشا لبنت اسمها فانكوني او ربنا كلمه باثنين توكسيست يلا في السكين اول حاجه البي فوتو سنسيتيفيتي او فوتو توكسيست فوتو سنسيتيفيتي او اللي مكتوب عندك فوتو توكسيست دي حساسيه يا وما هياش خاصه بالتترا سايكلين بتحصل مع ادويه ياما ان حد ياخد دواء معين يمكن تكون حصلت معاك في ادويه كتير تاخد دواء معين وتقول انا من ساعه ما خدت الدواء ده وانا لما اطلع في الشمس اتلسع كده وساعات يطلع لي بقع سودا كاني محروق. في بعض الادويه بتعمل الالرجي دي انك تخليك هايبر سنسيتيف للقطره بقى الجاي وتوقف الدواء من هنا توقف الدواء من هنا تلاقي الكلام ده هو معايا حاجه هايفه يعني حاجه بسيطه ستوب الدراج وخلاص يبقى ده فوتو سنسيتيفيتي او فوتو توكسيستي. الثانيه زودها على الكتاب مش مكتوب وقول لي خدناها فين قبل كده ما تكتب بقى اللي بتكتبه ده وخلاص واللي خدناه فينا قبل كده نيجاتيف نيتروجين بالانس نيجاتيف نيتروجين بالانس يبقى اول حد فاكر المصطلح اصلا يعني عدى في المنهج يعني هو لا يسرنا عندك اي ذكريات بص 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 ويوم ما خدناه في الترم الاولاني انت كاتب بايدك جنبه وارجع بص في المذكره ان هيجي كمان مره في الترم الثاني في التترا سايكلين وانا بشرح يوم ما قلت لك هل في الترم الثاني اقسم بالله حصل وهسالك اقسم بالله حصل وهسالك خدها فين قبل كده تقول لي لا بس لا احترم نفسك انا فاكرين احنا خدنا ايه والله حصل مين؟ خد فلوس اخويا هو فلوس فلوس اخويا بص هيقول لي صح في حد قال صح ايوه انت بتاسبرين صح انت بس اسبرين ليه مع الدكتور غلط؟ ما انا اتريق عليك وخلاص المشكله يعني اسبرين قال لا هو مع الاسبرين انت بتركبه مع الاسبرين ما جاتش غير مع الاسبرين قبل كده ترجع بص الدكتور لك فلوس اخويا يا دكاتره نيجاتيف نيتروجين بالانس جت مره قبل كده في الاسبرين ما عادش جه تاني ده خلاص يا طبعا واحد في الترم التاني خلاص المنهج قفل على كده في النيجاتيف نيتروجين بالانس يعني ايه بص يا حبيبي نيجاتيف نيتروجين بالانس بالبلدي كده يعني بيزود الامينو اسيد والبروتين لوس بيزود الامينو اسيد ما طبيعي انك ما تفتكرهاش ما انا عارف والله بس هي كلمه كده مبنيه وسط الكلام وسط الزخانيق المهم بس يعني انا العجب ان في ناس الصبح يا مجموعة واحدة المهم ده ناس أبوهم مالي المهم نيجاتيف نيتروجين بالانس نيجاتيف نيتروجين بالانس قلت لك ده مع الاسبرين وده معناه إن الدواء بيزود فقدان البروتين والأمينو أسيد ده معنى كلمة نيجاتيف نيتروجين بالانس طبعا يفرق في النمو جدا مش معاك أنت ناطفين قصدي مع عيال صغار سبب زيادة يخلينا ما نديهوش للأطفال معايا خد كمان التي بقى اللي خدناها مع كذا حاجة إنه لو اتحقق المريض بيحرق العرق سرونجو في البايكس لو اتاخد اي في سرونجو في البايكس لو اتاخد اي في دول مش مكتوبين عندك زودهم نيجاتيف نيتروجين بالانس والتي سرونجو في البايكس لو اتاخد اي في قلت لكم كل الاسئله دي كلمه صرف والسنس دي مهمه طب بعد كده حكايه فانكوني لايك سندروم دي مكتوب عندك فانكوني لايك سندروم واول مره يصلحوها من سنين كانوا كاتبينها فانكوني سندروم وكنا بنتريق ما انا ما فوتش صلحوها السنه دي فانكوني لايك سندروم ايه بقى فانكوني ولا فانكوني لايك ايه الحكايه بص يا حبيبي فانكوني سندروم ده بتاخده في الاطفال لما تخلص الطب اصلا مش هتاخده في اندر جرادويت يعني ده عباره عن ايه حاجه هنددك عيل بيبقى مولود بالتيوبيول بتاعته ضايعه
هي مش التيوبيول الطبيعيه ما بتسمحش بفقدان الجلوكوز ولا الصوديوم ولا الامينو اسيد ولا البيكارب. صح ولا ايه؟ صح ولا كده؟ التيوبيول بتاعتك بترجع الاشياء، بترجع الاشياء المهمه يعني. اهو ده بقى واحد ربنا خلقه بالتيوبيول بتاعته ما بترجعش الاشياء. فاهم حاجه؟ التيوبيول بايظه، وبالتالي الولد مولود عنده امينو اسيدوريا وجلوكوزوريا وايام ابوه سودا، وتبقى حاجه مزرب قوي بيموت بسرعه. هو ده الفانكوني. فانكوني ده على اسم البقف اللي وصف. واحد ايطالي كده في اسمه ديتوني فانكوني، هو اللي وصف المرض ده. المهم اسمع بس، ده الفانكوني ذات نفسه. ايه علاقه ده بالدواء بقى؟ الشخص القذر، القذر اللي بيستخسر يمي علبه تترا سايكلين ب 5 جنيه اكسباير من 3 سنين منتهيه الصلاحيه، يقول لك ارميها سايب نعمه ربنا وتيك عشان ما يرميهاش، اخذ دواء منتهي الصلاحيه من 3-4 سنين. يقال والعوضه على الراوي، مش كنت اتكلم بس ما شفناهاش يعني، والعوضه على الراوي ان هو بيضرب التيوبيول زي الفانكوني بالظبط. فتلاقي الاخ بدا التيوبيول بتاعته تسرب يعني شبه الفانكوني، او مسمينه فانكوني لايك سندروم، بس ده مش الفانكوني. الفانكوني هيريديتري بيكون اعنف بكتير من ده. فاهم حاجه؟ يبقى الفانكوني لايك ده بيحصل مع الاكسباير بتدرى سايكلين اللي مكتوب عندك او الديت ده، فهو مش فاهم يعني ايه صار عندك او الديت الكترا سايع يعني اكسبايرد يعني منتهيه الصلاحيه. معايا؟ صلي على النبي. اخيرا بقى التين توكسيستي، هتلاقي مكتوب عندك اهو اللي عندك هيباتو توكسيستي اند بانكرياتايتس، هيباتو توكسيستي اند بانكرياتيك دامج. اللي مكتوب عندك كوليستاتيك هيباتايتس، شايفينها؟ كوليستاتيك هيباتايتس على فكره اكتر ستات بيحصل لها كوليستاتيك هيباتايتس وهي بتاخد تترا سايكلين الحوام. اوعى تنسى ان الحمل ذات نفسه حاله من الحالات اللي بيحصل فيها كوليستاتيك هيباتايتس من غير ادويه بتاثير هرمونات الحمل يعني. كوليستاتيك هيباتايتس يعني ايه؟ اوبستراكشن للبايت. معاك؟ بسبب هرمونات الحمل. فما بالك بقى اذا الست اصلا عندها احتمال لهيباتايتس وتقوم واخده كمان دواء بيعمل كوليستاتيك هيباتايتس. اقول الكلام ده ليه؟ انا عمال بقول لك اخطر حد بيحصل فيه كوليستاتيك هيباتايتس مع الدواء ده الحوامل، عشان تعرف ان ده سبب اضافي ليه الست الحامل ما تاخدش، ليه الست الحامل ما تاخدش ايه؟ تاخدش سايكل. هي ما تستجيبش اكتر من اورال يعني. لو حسبت اورال ليه البريجننت ما تاخدش تترا سايكل؟ ليه ما تاخدش تترا سايكل بقى؟ اولا تراكوجينيك، حكايه العظم والسنان والقرف ده تاثير على الجنين وعلى الام ذات نفسها يحصل لها كوليستاتيك هيباتايتس. يبقى في سببين اهو في حكايه الحمل. زود عندك تحت التوكسيستي مش مكتوبه، اوعى تنسى كلمه بانكرياتيك دامج. قلت لك هيباتايتس اند بانكرياتيك دامج، كلمه جديده في الكيمو ثيرابي جت بس في الاندوكراين بانكرياتايتس. واخيرا زود نيفرو توكسيستي. خلاص يا اسطى؟ فاهمين الكلام؟ خلاص؟ طبعا الدراج انتر اكشن زي اللي قبله. يعني برضه حكايه بيضرب فيتامين كف ما يتاخدش مع الورفرين زي اللي قبله. بالاضافه بقى قلنا بيمسك مع الكالسيوم والمغنيسيوم والالومنيوم، ما تدوش مع منتجات الالبان، ما تدوش مع الانتاسيد اللي فيها كالسيوم ومغنيسيوم والالومنيوم. اي دراج انتر اكشن مهما كانت قصيره مهم. اي دراج انتر اكشن حتى لو صغيره مهم. قلت اهو. بس يا سهل الجمل الاخيره كده في 5 دقائق كلمتين مفصلات عن الدراج تليفون دواء اوبسوليت من الحاجات اللي معاك بتستخدمها. من اول الدراج تليفون لحد 4 ادويه كمان الحصه اللي جايه كل ما يجي واحد فيهم هقول لك زي المكروليت. دي مجموعه اخوات المكروليت، خدنا واحد منهم الحصه اللي فاتت الانكوزامايد، مش احنا قلنا عن الانكوزامايد زي المكروليت؟ وادي واحد كمان اهو في التبانه زي المكروليت كميكانيزم يعني. حفظتوا الكلام ده؟ عرفتوا كلكم باشا وبيت فيها فنكون؟ احفظوا كده هتلاقي الكلام بيقلب معاكم بسرعه قوي. سريع بقى بروجرام في نيكول اشطب الكاينتكس، اشطب الكاينتكس الميكانيزم بتتجمه زي الماكروليد. انت فاهم يعني ايه؟ زي الماكروليد يعني كتم يعني 50.com يعني كتم يعني 50.com. انتوا متابعيني؟ طيب بقول لك بروجرام في نيكول دواء اوبسوليت اتسحب من الصيدليات من زمان، ما عادش البني ادمين بيتعالجوا بيه وبقى علاج بيطري بس يعني بقى علاج البقر والجاموس وكده. اتسحب ليه من البني ادمين؟ عشان كان بيعمل فيتال بون مارو سبريشن. ايه بين في البقر؟ انت متخيل؟ البقر خدته جالها بون مارو سبريشن ومات. ما بهزرش.
يعني حتى في الانيمالز بيعمل كده، ما بالك بالعالم الصغار زينا. فاهم قصدي ايه؟ منجز الكلام بتاعك اللي فيكم عامل شويه ادويه في الصيدليه يقول لي بس في كبسوله كده بتطهر معوي اسمها سايفينيكور. لو تعرفوا الاسم. طب في قطره عين مشهوره اسمها اوكيوفينيكور. قطره عين ما علينا. انا عايز اقول لك اولا اكتب جنب اسم كلوروفينيكول اكتب سايفينيكول، اكتب سايفينيكول واكتب لنفسك كده بالعربي ده كلوروفينيكول معدل. اقول لك معدل ازاي؟ السايفينيكول ده كلوروفينيكول بس معدل، ما بيعملش السايد افكت الخطير بتاع الكلوروفينيكول بتاع زمان، ما بيعملش حكايه الايه البوم مارو سبريشن القاتل ده، وما بيتمصش كمان، فبيشتغل على قد مطهر معوي. ده اللي موجود بينه دلوقتي على شويه قطرات عين وبتاع. انما كلوروفينيكول كسيستميك ما عادش. يمكن حد قلته في المايكرو ان كان ليه في الطب رئات في علاج التيفويد، ده كان بتاع التيفود زمان حد السبعينات والثمانينات لحد ما طلع العائلات جديده بقى زي الكينولون. معايا؟ صلي على النبي. منجز الكلام هات لي بقى الاستعمالات بتاعته اللي مش مهمه. طبعا سبيكترا مش طول، لو عندك سبيكترا مش سبيكترا. بص يا ريت الفيديوز ما تهمناش قوي، ما احنا قلنا الدواء ده مات، الدواء ده مات وما عادش حد يستخدمه خلاص، اتسحب اتسحب. فمش هيجي في الامتحان يقول لك يوز، دايما بيجي يقول لك سايد افكت. اتسحب ليه يعني؟ بس عامة لو سألك اليوز قول له يا عم الدواء ده مات، والله مات. ما عادش حد يستخدمه. طب كان بيتاخد في ايه؟ الام مننجايتس. مننجايتس بالذات اللي كانت بتحصل بالاتش انفلونزا. انت لو متذوق للطب هتلاقيني بعد ما اخلص انه كان بيتاخد في الانفكشنز الصعبه العنيفه القاذره. يعني كان انتيبيوتيك فاليبل انا ما انفكتش، بس هو عيبه ليه؟ التوكسيستي الشنيعه الانتولرنت. ايه توكسيستي بروفايل نوت اكسبتد معايا ولا ايه؟ النقطه اللي بعد كده الام الثانيه اسمع اسمع مالك يلا شدني سكند تشويس. امال مين الفيرست تشويس؟ الفريق. طب بعد كده الايه؟ اسمع الانواع. انيروبيك انفكشن نهار اسود، دي واحدة من أصعب الأشياء. كان بيعالجها كان رائع. معايا ولا إيه؟ نسمع كمان تايفويد. يعني عمال ينشن عن الحاجات الصعبة. هو أنتيبيوتيك لعيب، أنا ما أنكرتش إن هو لعيب والله. بوتنت بوتنت الغباء. بس زي ما بيموت الحاجات دي ما بيموتك، استفدت إيه؟ فاهم قصدي إيه؟ طيب، ما تجيش الامتحان الكلام ده. ولو جه سهل، مات خلاص. افتكرت إن في منه مرهم كمان، مش عيب. عارف ما منه وراه المقاطع التعين قلنا اللي منه اي دروكس ووراه المبتاع ده اللي موجود منه حاليا، هو ده اللي بتعمله في الطب حاليا مراهم وقطعات عين. انما السيدوستين راح عليه، كان اسمه سيدوستين زمان فاير زي كده، ما عادش الكلام ده. كان ب 75 قرش اقسم بالله الفاير، يعني بجنيه الا ربع الفاير، ورهيب وبيجيب تاثير رائع في سيجاره برضه. يصلي مين على النبي؟ ده اللي هو ايه؟ ده الكلام بتاع بتاع. طب بس سؤال اللي بيجي السايد افكت انجز بقى اخر حاجه حط عليه بوزيشن حتى اطلع الفرق. سايد افكت عينه كلورا في الكور حد ابوك يا اخي مجراته في كلورا في بعض ذكروا حصه بحصتها تسال على مين. زمان بقول كده، زمان بقول كده اللي انت بتكتبه بايدك تقعدش تكتبه ايه ومين وبس ايه وتقلب فوق وتقلب تحت. زمان هتجيلي تكتبه ما يتشقلب لوحده، تكتب اللي انا بقول لك اقعد اذاكر. اسمع كلامي صلي بينا على النبي. النقطة اللي بعد كده سايد افكت بتاعته هو اتسحب ليه؟ حكاية البومر سبريش عامة هو كان بيعمل نوعين من الانيميا. ايه بقى النوعين دول؟ النوع الزفت قوي انه كان بيعمل ابلاستيك اللي هي بومر سبريش، يبقى كان بيعمل ابلاستيك انيميا نوعين بون مارو سبريش ابلاستيك انيميا اللي احنا بنسميها بومر سبريش. ادخل بقى طلع من ابلاستيك انيميا سهمين، يعني كان بيعمل نوعين، نوعين من البوم مارو سبريشن. هتشوف الجمال اللي هو لو خلفت من واحد مش فارق بالتاني. ايه بقى البوم مارو سبريشن اللي كان بيعمله؟ اول واحد العادي، العادي اللي اي دكتور فيكم عارفه اللي هو الدوز ديبندنت، صح؟ يعني ايه دوز ديبندنت؟ اكتب بس العناوين والشرح عندك، يعني ذاكر من عندك من الكتاب بس اكتب العناوين. يعني ايه دوز ديبندنت؟ اللي هو كل ما تزود الدوز كل ما هيحصل. هتقول لي طب ما ده سهل للنعم، ظبط الدوز ماشي حبيبي انا معاك ظبط الدوز. انما المشكله في الوقت الثاني اللي هو الدوز اندبندنت. صلى على النبي. يعني ايه دوز اندبندنت؟ قلت لكم من اول السنه
اي سايد افكت اقول لك عليه جزء اندبندنت تقول لي يبقى ده اندوسايتس. الله يكرمك. اللي مش فاكر يفتكر، اللي مش فاكر يعرف. اي سايد افكت في الطب اقول لك عليه دوز اندبندنت، انا قصدي يحصل بحبايه او بعشرة او بمية، مش قصه دوز. يس، يبقى ده اندوسينكراس. اندوسينكراس يعني ما كانش العشرة زي حساسيه كده. العيب مش في الدواء، العيب في العيان هو اللي عنده جين غريب. الجين الغريب ده بيخليه يستجيب استجابه غريبه للادويه. عشان كده الكلام بيحصل حتى لو خد حبايه فجاه، حتى لو اخد اي دروبس. يعني اذا ده ايديو سينكراتيك وفيتال. وفيتال فدي اللي كانت بتموت بقى، مش الدوز ديبندنت. معايا يا اسطى؟ معايا؟ افتح كتابك هتلاقي مكتوب عندك اهو البلاستيك انيميا. هتلاقي مكتوب اول نوع، اقرا كده. البلاستيك انيميا دوز اندبندنت، شايفينها؟ البلاستيك اول نوع، ما هو عامل لك بوم بارو سبريشن نوعين. بس هتبقى من عندك. هتلاقي مكتوب اول نوع دوز اندبندنت. دوز اندبندنت. ايديوسينكراتيك، هتلاقي مكتوب ايديوسينكراسي. فوق في الصفحه من فوق. لقيتوها؟ لقيتوها؟ انت بقى جنبها كده. ايه يا جدعان السايد افكت في الموضوع ايه؟ عيب ايه؟ اول سطر في الصفحه. بعد كده بص عليه دوز اندبندنت الايديوسينكراتيك. اكتب جنبه كلمتين، اول كلمه السايد افكت كل في حاجه اللي هو موجود في الصيدليه حاليا. السايد افكت كل ده ما بيعملش الايديوسينكراتيك ده. عرفتوا المعدل ازاي؟ يعني هو مش هو القديم معايا؟ طيب والجمله الثانيه للاورال تعرف انها ريبورتد وذ اي دروبس. والله العظيم الابلاستيك انيميا بتاعته ريبورتد وذ اي دروبس. شوف لحد فين؟ يبقى ريبورتد وذ اي دروبس يحبوها في الاورال. ايفن مع اوقات العين بتحصل. عرفت؟ كان ده مش امان خالص. الله اعلم مين عنده مين ما عندوش، بس اللي عنده هيموت. فاهم قصدي ايه؟ خد كمان. اسمع دي. مؤكسد. ده هو مؤكسد. هو الحقيقة لو ما كانش خد الدواء كان حصل له من نفسه؟ يعني بس بصي انا الله اعلم عندي ولا ما عنديش، صح؟ طب انا عندي. بس من غير الدواء عايش زي الفل. انا ما خدت الدواء ولا ابوك، يبقى العيب عيب مين؟ هو الدواء. انا عارف العيب عندي. بس ما هو العيب السنتراس ده ما انا عارف ان هو مش عيب في الدواء، عيب في البني ادم. بس العيب ده عمره ما كان هيظهر لو ما كانش خد الدواء. احنا بنتكلم في ايه؟ اه طبعا. بس مش عارف ان انت عارف وان انا عندي. يا جدعان قلت لكم الترم الاولاني قال لي ايدوسينكراس ان كان نيفر اكسبكت ان اللي عنده الايدوسينكراس الا ما تحصل. يعني بقى اجيب له كلب بوليسي يشمه، اللي عنده ده ما عندوش بيشموا الاورام دلوقتي. جميل؟ اسمعني يا الناس بره بتفكر ان دماغ غريب. واحد امريكاني كده جايب كلب ومربيه، انا شبه بيبر الان سي سي ان ده اكبر مؤتمر اورام هو الاسكو يعني، طالع يقول بيبر على كلب. جايب كلب مربيه، كلب مربيه بيشم ريحه اللنج من تسليس الميلانوما. والسنسيتيفيتي 87%. يعني يشم الراجل لو قعد يبقى ده متاستاتيك، لو وسع راسه عنه وبعد يبقى ده متاستاتيك. يروحوا واخدينه عاملين له اشعه يطلع فعلا ده متاستاتيك وده متاستاتيك والسنسيتيفيتي 87% اعلى من 60. بس هو كلب وحيد. طبعا لسه حاجه مش بتطبق يعني. بس طالع يقول ده تيسي سي ان، طالع يقول كده، ده البيبر اللي طالع يقولها. وايه معاه فريق ريسيرش وحاجه زي الفل معاه. المهم يعني. هتجيب له كلب بيشم ايدو سينكرس عنده ولا لا؟ معاه عبد الحاج اللي انا بقول لك دلوقتي ده ليه؟ البوم مارو خلاص لك مش عارف ايه. اخر حاجه بص يا دلال ركز يا اخي. انا بقول لك دلوقتي دي الانيميا، بقول لك الثانيه اسمعني. الدواء ده اهو مؤكسد. مؤكسد. وضيقت عينيا اهو وعملت العين. قلتها 50 مره في الاولاني، كنت هقول لكم هو ده عينيا وهقول ده ايه ومش هتفتكر. يا رب بقى السنه هتخلص ما عادش فيها خطر. هتيجي كمان مره واحده افتكروا بقى. ايوه هيقول لك في مين؟ ايوه الناس اللي عندهم انيميا الفول. الترم الاولاني قلت لكم للمره المليون اهو جت كذا مره في الترم الاولاني ولسه هتيجي مرتين. الشطار ده والشطار اللي جاي حتى ممكن تفتكروها قبل ما السنه تجي لكم. قلت لك ان الانزيم اللي اسمه جي 6 بي دي ده اللي بيحمي الار بي سيز من تاثير العوامل المؤكسده. الناس اللي انتوا بتسموهم انيميا الفوق ودي تسميه غلط بيبقى عندهم نقص في الانزيم ده، نقص في الاكتيفيتي. وبالتالي لما يتعرضوا لماده مؤكسده بتاعت الار بي سيز تفجع.
فلما اقول لك على اي دواء في المنهج الدواء ده مؤكسد وضيق عينيا واعمل لايه، تقول لي ما دام مؤكسد يبقى بيعمل هيموليتيك انيميا في العيال اللي عندها جي 6 بي دي ديفيشنسي. حتى ممكن تكرر ولا تستجمع مرتين كمان، مره في اخر الشطار ده ومره في السي ام اس، تكون مره واحده بالظبط. انا سعيد. يبقى انا بقول لك ده ليه؟ ده ليه؟ زائد غير كده بقى، غير الكلام ده في المرعب هيشتغل زائد الجن. خد فيلم الرعب اهو، هو ده عنوان لفيلم الرعب، فيلم الرعب اهو. جري بيبي سندروم، سندروم الولد الرصاصي. ركز بقى، ده فيلم الرعب الجد بقى، بقول لك سندروم الولد الرصاصي. ركز بقى يا حبيبي، وده الولد الرصاصي اللي هيعمل بيعمله، لا ده جثه على فكره، ده وصلنا في جثه كمان في الرعب. جري بيبي سندروم ده عيل ميت. طب ده حكايته ايه اساسا؟ بص يا جماعه، طبعا غرفة في الكل بيموتوا كبار كبار، ما بالك لو حد مختل مريض اهبل. بنكلمك على التاريخ الطبي، ادى الدواء ده لعيل حديث الولاده لسه مولود عشان عنده انفكشن. يا سلام سلم بقى لو كان نص سوى، عارفينه؟ بريماتيو، الولد مولود بدري وكل حاجه بريماتيو، يعني ولا ليفر شغال ولا كدني شغال، يقوم ياخد الجرعه في الكل يقوم الدواء لا يتكسر ولا يحصل له اكسكيشن يقوم راكن. خد دي بقى، لما يمكن يطلع على السي ام اس ركز، يلقى بالمسبرات سنتر في الولد يزرق يزرق سايلوست، يضرب الفازوبوتور سنتر في الولد يحمر فازوبوليتيشن، يحمر في زرق يقلب رصاصي وراضي. طبعا مع الشوك مع البتاع يكون مات، بيموت في ساعتها. فراحوا مسميين الجثه دي ايه؟ الولد رصاصي ميت. واخد بالك انت؟ يبقى مين الجن؟ يبقى ايه بيبي سندروم ده؟ اول حاجه اسمه مميز جدا، مش هيجي لك عيال رصاصي تاني في البلد. ركز معايا، جري بيبي سندروم قلت لك ده في العيال نص سوى، لما بياخدوا كورنام في الكول يتراكم ولا تكسير ولا مش عارف ايه، يتراكم يطلع السي ان اس يشيع الاسبرات والسنتر يشيع الفازوموتور، ده زرق ده حمار على بعض يديك كروات ايه؟ رصاص. معايا؟ طبعا الكتاب مش شايف حاجه ومعتقد فيك انت عبقري يعني. يعني تبقى عارف في الاسبرات والسنتر ساينوزس فازوموتور سنتر يديك موديلنج اللي هو بيت الصبيات، موديلنج في بقع كده تلاقي الاثنين مع بعض يديك رصاص جميل. معاك؟ ما علينا، اسم امتثال. يعني لو عرفت الجري بيبي سندروم وكتبت جنبها وين جيفن تو نيونيت سبيشالي بريماتيور خلاص. بس شكرا من غير شرح يعني. سؤال بيجي نيونيت ماشي؟ النقطة اللي بعد كده انزايم انهبيشن، انتوا عارفين يعني ايه؟ انزايم انهبيتور يعني بيمنع تكسير الاشياء. خلاص؟ واخيرا التهاب اعصاب ظريف جدا. بص بص نيورايتس. هتقول لي اه مش بتاع الشكشكه والتنميل زي السكر، يا ريت على قد كده، بس ساعات بيجيب لك الاوبتيك نيرف كمان وتتعمي ايه، يبقى كان بريفرال بتاع الشكشكه والتنميل وكمان كان بيضرب الاوبتيك نيرف. دواء زباله زباله يعمل ويشيل لك ويقلبك رصاصي ويرطمك وحاجات. طبعا ده اتمنع خالص. مروقه بالظبط نص وخمسه، شايفين احنا امتى؟ نص وخمسه يا كابتن، قالوا نص وخمسه يا جماعه، وانا ببدا اول كلمه في اللعبه.